اتوقع نزل حق البعض والبعض ما نزل، انا ما نزل لي، فراح اوريك الطريقه يمكن نزل عندك. تفتح سناب شات وتضغط على العلامه ذي في الاعدادات، بعدين تنزل تحت راح تشوفها تحت اللغه هنا، هذا هو الاب ابييرنس مثل ما نشوف، نضغط عليه يطلع لك الخيارات، هذا هم. طبعا انا في جهازي الرئيسي اللي اكلمك من ما نزلت الميزه. متى راح تنزل للكل؟ يعني كذا فجاه ما اتوقع سناب شات تنزل كل شيء حبه حبه كذا، عشان لو في مشاكل ولا شيء تقدر تتفادى هذا الشيء. ف بالجهاز نزلت فيه، الجهاز اللي اكلمك من ما نزلت فيه، وانا من النوع اصلا اللي ما افكر فيه اصلا، ولا اصلا اللون الاسود صح انه يحافظ على البطاريه اذا كانت شاشه عندك اولد، لكن حس لون ابيض شو اسمه هذيك الكلمه حلو يعني، ما ادري بس متعود عليه. شوف بكلمكم عن الجهاز، ذا الجهاز الايفون 11 برو ماكس، انزلت بطاريته في سنة كاملة بالاستخدام وصلت 88. آخر مرة استخدمته في شهر 11، شهر 11 في نوفمبر، كانت بطاريته 88. طبعا النوع اللي ما كنت استخدم الكيس على طول، لكن من عرضي زوجتي تستخدم الكيس من نوفمبر، هي تستخدم الكيس. الآن البطارية، شوف حالة البطارية كيف، من نوفمبر وهي 88 وإلى الآن 88. فتكلم عن الموضوع، وتكلمت إن بطارية أبل الكيس هذا تحافظ على بطارية الجهاز الرئيسي، فهي يعني 88% كانت تنزل من العمر، لكن إيه البطارية نفسها الكيس هذا اللي نزلت بطاريته، بطارية الجوال ما اختربت بسبب أنه تندمج تنتينهم كبطارية واحدة، وأكثر الوقت تنزل بطارية الكيس نفسه. الآن في الاستخدام البطارية خلص بطارية الكيس، ليش؟ لأنه من يومين تقريبا ما نشحن الجهاز. فمثل ما نشوف كاستخدام هنا وأمس برضو، يعني الجهاز لا فوق 24 ساعة ما نشحن فل مع البطارية يعني قصدي، فالبطارية خلصت اليوم وبدأ استهلاك البطاريات الجوال نفسها. طبعا ما أقدر أنصحك يعني، أنا أوكي أنصح الناس إنهم يشترون بطارية الكيس هذا، وهذا ما إلى الآن في 12 من بعد تنزل، يمكن تنزل قريب ان شاء الله، ما ادري هل بينزلون شيء، تكلمت في القناه، لكن صعب اني انصح شخص يشتري بطاريه الكيس كذا عشان يحافظ على البطاريه الداخليه. لو صار عندك ايفون 11 11 برو 11 برو ماكس 10S 10S ماكس الاجهزه القديمه، لكن من الجهه الثانيه انك انصحك انك تشتري غلاف البطاريه اللي هو 120 دولار تقريبا قيمته او 130 دولار عشان تحافظ على بطاريه الجوال حقك، وانت من جهه ثانيه الجوال نفسه لو خلصت البطاريه واختربت البطاريه تغيرها من ابل ب 70 دولار تقريبا 70 او 70 دولار، فما ادري يمكن اذا كنت بتشتري يعني تردي بتحافظ عليه وتبي كيس، فانصحك ببطاريه ابل رسميه. الجو هو الجو حلو، لكن مع تسجيل الفيديو ما راح يكون حلو بسبب الهواء، يعني درجة حرارة 20 على الساعة 33، ما راح نحصل هذه الحركة إلا بعد شهرين في الصيف، عندنا درجة الحرارة تقريبا أعلى شيء وصلت عندنا تقريبا 32 في الصيف، الحين عندنا يعتبر الربيع بدينا من الشهر اللي راح، الربيع عندنا وهو أصلا شتاء ممزوج مع الربيع شوي، لأن أمس حلو الجو اللي قبله حلو، بكرة تقريبا راح يكون في ثلج، فنستغل الوقت. أوكي السلام عليكم. طبعا الطلعة اللي قبل شوي طلعت وصورت لكم برا، كنت ناوي إني أجاوب أسئلتكم برا لكن الجو ما يأهل، جو من الطقس نفسه الجو، والجو برضو فهمتوا تذكرون محمد عبد الوهاب الأغنية حقتي واللي ترى في الجو غيم، نفس الحركة يعني. المهم بجاوب على أسئلتكم هنا، لكن كبداية الفيديو اللي سويته الأسبوع هذا، الفيديوهات اللي راح تكون أول واحد راح يكون عن الاي او اس 14.5 الانطباع حقه، اليوم راح ينزل عندكم في القناة، والفيديو اللي بعده تقريبا عن التسريبات اللي طلعت في الاكواد في الاي او اس 14.5 مع الايباد برو، بنتكلم عن مؤتمر الايباد برو فيها، وبرضه المعالج لان طلعت تسريبات عن الاي 14 تقريبا،
فهذا راح يكون كلهم فيديو بعد هذا الفيديو. هذا الترتيب اللي راح اقول لكم الان اذا ما طلع شيء من ابل الاسبوع هذا. طلع مثلا اي او اس جديد فراح يتغير التسريب، اذا طلع مثلا خبر عند ابل حق المؤتمر القادم راح يتغير الترتيب. المهم هذا الفيديو اثنينهم، وبعد هذا الفيديو برضو راح يطلع اتكلم عن التسريبات او اللي طلعت في الاكواد الماك او اس 11.2 اللي طلع في التسريبات حق الفيديو هذا نفسه اللي هو او في الاكواد حق الماك او اس 11.2 شو اللي طلع فيهم. وبنتكلم عن الاي ماك برضو الحجم الكبير اللي راح ينزل، لما عندنا الاي ماك الحين عندنا 27 انش في اخبار راح يكون فيه اكبر برضو. هذا في الفيديو الثالث. والفيديو الرابع عن شنو؟ الهومبود. عند الهومبود راح نتكلم عن الهومبود برضو، ايقاف الهومبود، الهومبود هذا اللي وقفت، والهومبود الثاني راح نتكلم عنها، وبرضو عن الهومبود في تسريبات عن الهومبود جديدة راح نتكلم عنها برضو. فهذه أربع فيديوهات. وبرضو الخامس الكاميرا سجلتهم. طبعا سجلت الفيديوهات اللي كلهم خمسة الصباح، أنا أجلس الصباح قبل ما بنتي تجلس، لأن بنتي تقريبا تصحى مبكر برضو، فأنا أصحى قبلها عشان أسجل كل شيء. سجلت كل خلصت، هي صحت بنتي طبعا وكانت على جنب ساكتة شوي، طبعا ما تقدر تتحمل السكوت. المهم خلصت الفيديوهات الخمسة، خلاص بدينا اليوم كل شيء، خدت الذاكرة ركبت الكمبيوتر، طلعت ما سجلت، المايك مش شغال. خمس فيديوهات اللي تكلمت لكم عنهم دي المايك مش شغال. تذكرت طبعا هذا الغلط مش اول مره يصير لي، من زمان كان يصير لي، لكن كل مره اتفادى ذا الشيء، كل مره اشيك على الاشياء كلها هذه، كل مره اشيك على الاشياء هذه، لكن خلاص تشيك اليوم بكره الشهر الجاي تشيك اللي بعده، بس خلاص يعني شيء طبيعي يكون عندك، وتجيك الغلط ده مره ثانيه وترجع مره ثانيه تبدا تشيك. وذكرت برضو مدرس، عندنا مدرس صارت له نفس المشكله. المدرس عندنا كل بداية كل يوم اثنين الصباح ينزل لنا فيديوهات جديدة، يسجلهم ينزل لنا فيديوهات جديدة، ثلاث فيديوهات يعتبر ثلاث كلاسات يعني، من فيديو يوم الاثنين وفيديو يوم الربع وفيديو يوم الجمعة، ينزلهم كلهم يوم الاثنين كذا بالحالة. مرة من المرات تأخر ما نزل، رسل لنا ايميل يوم الاثنين قال للأسف اني سجلت الفيديوهات ثلاثتهم، ويوم جيت ارفعهم اكتشفت انه مشغلت المايك، يعني شرح ثلاث ساعات، كل فيديو ساعة ثلاث ساعات. تخيل لو انك مكانك هذا شارح، بتشرح حق طلاب انت يعني ثلاث ساعات وشارح وبديك القوة وتكتب وكل شيء، في النهاية مشغلت المايك، قال آسف راح أتأخر يومين زيادة على ما سجلهم مرة ثانية، لأنه مستحيل يعني لو يسجلوا في نفس الوقت ما راح يكون ذاك الدافع اللي عنده أو شيء، خصوصا الخطط اللي راح يحطهم. فأنا والله سجلتهم مرة ثانية، فالفيديوهات اللي راح تشوفونهم الأسبوع هذا بالبدلة اللي قبل شوي كنت طالع أنا برا يوم صورت لكم فيها، نفس ذيك البدلة كنت لابسها قبل ما اليوم الصباح وصورت لكم فيها بذيك. فإذا شفتوا هذيك أرفوا أني مسجل الفيديوهات اللي بتشوفونها الخمسة، هذه ثاني مرة كل شيء تكلمت عنه تكلمت عنه مرة ثانية. اوكي نبدا معاكم الحين قبل ما نبدا الاسئله. والله العظيم تصير لي اشياء احيانا، انا من الاشخاص المدمنين قهوه امريكيه وقهوه عربيه الثنتين، يعني لا تقول لي هذه وخلاص تغنيك عن هذه، لا هذه ما تغني عن هذه وهذه ما تغني عن هذه كلش. القهوه الامريكيه لها طقوس تقدر تقول اني اخذها احيانا بمق اطلع معها في الدوام وكل شيء. القهوة العربية لازم تجلس تلفزيون وكل شيء تجلس عليها، معني مريت فترة اني يعني عادي ان البراد نفسه هذا القهوة اشربها كامل حالي، صح اني اقول لك مش كويس وكل شيء عادي اشربها وروح انام، وعادي اني وصلت لمرحلة اني هذه نفسها احطها في المج واخذها معي الدوام. اذكر مرة مرات الله يذكره بالخير رائد القحطاني كان معي في الكلاس جلس يعني، وهو تقريبا الوحيد اللي كان عربي في الكلاس معي، الحمد لله انا فهمها. انا فتحت المايك قمت اشرب، كلمني يقول لي طبعا مش داخل باله ما بضي يصدق الشيء اللي يجيبه، يقول خوي ريحه قهوه عربيه، انا ماسك المايك قلت اشرب لك كذا، انا صدقت والله
طلع الدوم مج كامل كذا قهوة عربية وجلس أشربها. وأحيانا أطلع القهوة الأمريكية، لكن قهوة أمريكية أشربها في الأسبوع أقدر أقول لكم 4 مرات 5 مرات في الأسبوع، أوكي يعني 7 أيام كلها عادي، يوم يومين ما أشرب. كل بعض الأشخاص يقول لك يعني القهوة شوي يشتري لك، قهوة طالع الماكينة اللي عندي أنا، شوي يشتري لك ماكينة قهوة 800-900 دولار، وهو قيمة مخه اللي بيعدل مخه ما يصادي 100 دولار. يعني ما أدري إيش اللي طالع فيه أنت مخك، إيش اللي سويت يعني، إيش اللي أنتجت قبل ما تشتري دي الشيء الغالي اللي بتضبطه كم قيمتها بالنسبة لك أنت، إيش اللي بسوي في الدنيا. المهم، ف أنا عندي شخص كل أطلب منه اسمه بوميار، هنا تغيب في أمريكا لكن ما أعرفه، يعني مش ما أعرفه فيس تو فيس أو شيء، يعني ما أعرفه قريبة مرة، أعرفه بالواتساب بس. شخص كان في الانستغرام معلن إنه عنده قهوة وكل شيء، فأشتري منها الأغراض. المهم إني في الواتساب، هلا بوميار قهوة، أوكي كم واحدة كده، بعد بكرة تجيني القهوة على طول، أحول له بالتحويلات اللي هنا في أمريكا وتجي القهوة. المشكلة في شنو الآن؟ المشكلة أن عندي قهوة أنا جايبينها من السعودية، طلعت القهوة اللي عندي الله يوريك، يعني هذه المشكلة أنك لجيت تطلب من شخص هو اللي يسوي لك القهوة. إحنا خلاص عارفين هذا الشخص ممتاز قهوته، أول مرة طلبنا منه هو اللي يسويها ويجيبها. المرة الثانية الحين يعني هذه المشكلة أنك فدي أنك جايبها من السعودية لهنا، طلعت مش كويسة، ما ادري ايش تسوي، ما في الا البكب. بوميار قهوه، بوميار كلمه ميار، ما بوميار خلاص 2021 ان شاء الله اي شخص يجيب طفل ليس او بنت ليسميه ميار. لدرجه هنا الشباب صارت، لقلت حق شخص بوميار لازم تحط برضو مع العائله حقتها او القبيله حقتها، ولا ما يصلح بوميار الحاله. 1000 واحد بوميار هنا، خلاص اسم جديد، شوفوا لكم حل، وقفوا هذا الاسم 5 سنوات 10 سنوات قدام بعدين رجعوا مرة ثانية. المهم وكلمته ميار قهوة، طلبت والله 5 ب$200 تقريبا. يعني أنا الوقت اللي جاء أطلبها من يوم الاثنين الربع الخميس بالكثير هي موجودة عندي على طول جاية، تمية 3 أيام 4 أيام ما وصلت. كلمته قال لا بيجيك بيجيك التراكينج نمبر وبعدين تشوف. المهم انتظرت الآن خدت أكثر من أسبوع وجاني التراكينج نمبر، طلع من بريدة، التراكينج نمبر توا طلع من بريدة، هناك طلع من بريدة راح البحرين، طلع من البحرين من على الناقل راح ألمانيا، الآن باقي الأسبوع على ما يصلني. شو السالفة؟ ليش الوضع ده؟ طيب باقي الأسبوع أني ما كلمت، ما قلت لهم أني طلب عن قهوة. أنا بعرف في النهاية يعني تحسفت أني طالب من، يعني هو يعرف أني أنا سعودي، يعني مش مقطوع من شجرة، عندي أشخاص في السعودية، إذا المشوار اللي راح يكون أني طالب منه بياخذ العمولة حقتها وكل شيء، طالب 5 قهوة ب$200. لو أدري كلمت أحد من الشباب السعودية أعرف أن المجموعة دي كلها مع الشحن وكل شيء ما راح تاخذ $100، يعني انا عارف القيمه كلها، لكن انا الدافع صدق الزياده ذي قلت يومين بتوصل عندي موجوده من هنا، يعني هذا البروسيس اللي كنت اسوي معاك. فخلاص بوميار اسف، راح نوقف البزنس مع بعض، الان بزنس جديد اني اشوف شخص هنا موجود، او اني خلاص بالعاده اني اطلب من السعوديه دايركت، يعني اوكي انا اقدر اطلب من السعوديه ترى ويجيبوني، يعني عندي اهل في السعوديه، كل الدنيا كلها موجودة في السعودية. المهم خلصنا من خلينا نبدأ على الموضوع حقنا الحين، وننتظر القهوة إن شاء الله الأسبوع هذا تجي، إن شاء الله تكفي حق رمضان برضو. الحين جاوب على أسئلتكم، وآسف إني تأخرت، فما راح أجاوب على الأسئلة اللي هنا تكون موجودة، أجاوب على الأسئلة في البرنامج في الرابط اللي كنت أحطه. أوكي حلو إنه وصل لك، لكن لا تتوقع إن الشخص الثاني حول الوضع الداكن للجوال حقه راح يجي له سناب شات الوضع الداكن، لا فهي كذا حبة حبة سناب شات راح تنزل حق الكل. أهم شيء الأشخاص اللي ما نزل لهم إلى الآن
تأكدوا بس الجهاز حقكم حدث آخر تحديث، أو البرنامج برضه حق سناب شات حدث آخر تحديث، وسكر برنامج من الخلفية ورجع فتحه. كل أسبوع سوها مرة كذا، سكر برنامج من الخلفية ورجع فتحه كذا، وإن شاء الله يجيك يعني. فهي الأصل بس انتظر سناب شات نفسها هي اللي بتنزلها لك يعني. ترى التعليق حقك هذا قريب من أمس تقريبا، يعني أقول لك يمكن 5 مرات قريتها إلى الآن جالس أقرأ، ما بفهم الكلام حقك، مش بالنسبة لي ما فهمت والله، آسف يعني. صيغة كلامك بالنسبة لي مش مفهومة. شوفوا أنت تكتبها لا تحط في بالك أنك المعلومة عندك في راسك وقاعد تقولها، أن أنا المعلومة مش في راسي، أنت راح تعلمني المعلومة اللي في راسك أنت. فالكلام اللي كاتبة بالنسبة لي آسف ما فهمتها، أرجع عيد صياغتها بصياغة ثانية. أوكي، صور لي في سناب شات هنا الاعدادات، خش البطارية، تشوف هناك الاستخدام حقك كامل، صور لي وارسل لي هنا، لأن على طول تفضى ما بوقت، أبي أعرف الوقت أنا كم استخدامك للجهاز وتفضى، يعني 6 ساعات وتفضى، 7 ساعات وتفضى، 10 ساعات وتفضى، يعتبر أنت على طول عندك استخدامك شنو؟ أنت فاتح مثلا الـ LTE أو الـ 5G على طول، فاتح البلوتوث تلعب فيه الجوال، جالس تلعب فيه ألعاب. ما بفاهم أنا كيف على طول، كم ذيل على طول، وش البرامج اللي قاعد تستخدمهم، لازم أعرفهم ذيلي. للأسف برضو ما فهمت المضافين الإيموجي فوق الخريطة من إحنا وين، شنو شو مدخل أبل ووتش؟ أنا عارف إن نفس الشخص برضو اللي تكلم، ماني فاهم شنو عن شنو الموضوع ذا، شو السالفة. أتوقع المرة الثالثة بس اللي جاوبتها، وأنا عارف إنه في أشخاص جديد يجون، فراح أجاوب عليه مرة ثانية، مع إني ما أجاوب كثير على الأشياء دي، لأن أحاول إني أتفاداها وأقول لك مثلا السنة الجاية أجاوب عليها، السنة اللي بعدها أجاوب عليها، كثر ما العدد إنك برجع أقولها يعني. أذكر يمكن السنة اللي راحت قلتها مرة، وقبل برضو قلتها. أنا التخصص حقي إلكتريكال إنجينير، هندسة كهربائية، الديبارتمنت أو ال 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 القسم كامل، والدراسة اللي راح ندرسها كلها أو اللي درستها كلها هو الديبارتمنت كامل أو القسم إلكتريكال أند كمبيوتر إنجينيرينج، فهندسة كمبيوتر وكهرب، هندسة كمبيوتر وكهرب. أنا تخصصي كهرب لكن مع الكمبيوتر، يعني نمشي مع بعض في النهاية، بس ينقسمون شيئين في كمبيوتر ثاني الساينس، لا احنا إنجينيرينج القسم حقنا كلها كهرب كمبيوتر إنجينيرينج. هذه مش مبرمج، هذه الطريقة اللي تسويها مش مبرمج. المبرمج ياخذ البيتا صح، لكن يعدل البرنامج حقه، انك تخش حق المطورين تسوي الأشياء ما يعتبر مبرمج. لكن المهم انك الطريقة اللي تبي تسويها انت فهمتها، نفس الطريقة اللي اسويها انا في اليوتيوب، ننزل الميزات عادي سوها، لكن لا تحطها في جهازك الأساسي، لا تخليها في جهازك الأساسي. واذا بتخليها في جهازك الأساسي لا تقول ان البطارية تخلص بسرعة، البرنامج ده ما يشتغل عدل، شوي تعليق اللي بيجيك مثلا، ان انت لازم تعرف ان النظام اللي نزلته انت نظام ابل، ما يعني ما تقدر تثق في النظام انت من نفسك. انا انزل على جهازي الاساسي لان عندي اجهزة ثانية، وانزل على جهازي الاساسي لان حتى لو اني اخترب ولا شيء عندي باك اب، الاي كلاود على طول شغال، وعندي كل شيء عادي. في اوقات ما انزل على جهازي الاساسي، اذا كنت مثلا بنزل مثلا الاي او اس 15 اللي بينزل، وكنت في السفر مثلا، في السفر مثلا الاشياء دي، وتو البيت الاول ما نزل على اساسي هنا، لا خليها على احتياطي، ماني فاضي الان لحق المشاكل اللي بتصير. فهي الاصل والافضل لا تحطها على جهازك الاساسي، الافضل انك ما تحطها على جهازك الاساسي، لا. ومش بس كذا، ما تثق بالكلام اللي راح يكون في السوفت وير، يعني مثلا ما تقدر تقيم النظام نفسه مال ابل بالنظام اللي عندك انت، في مشاكل ما تقول الاي او اس في مشاكل، لا هذا مش الاي او اس، هذا اي او اس بس مش جاهز. اوكي، ما يتقيم هذا كنظام. المشاكل اللي راح تكون فيه، يعني بعض الاشخاص تمت السنوات اللي راحت او الاشهر اللي راحت، جالك شخص او النظام حراره عاليه وما ادري شنو، واجلس معه واكلم لدرجه انه احيانا يرسل لي اوكي شو المشكله كذا، طيب شو النظام حقك، صور سكرين شوت بيتا. يعني اقول له في النهايه طيب ليش مطول المشوار ده كله، اذا انت ما تعرف لحق ذي الطريقه، ما تعرف ذا الشيء، ليش توصل تروح له؟ وانت الان اللي تتكلم عن بيتا، يعني انت ليش انت واصل حق شيء مش رسمي، المشاكل الموجوده فيها انت اللي رايح لها، يعني
كالآن يعني لو بتنزل البيتا الآن بتسوي الأشياء دي، البيتا الجدد دي اللي موجودة الحين آخر شيء يعني مثلا iOS 14.5 الأشياء دي، البيتا دي النهائية دي حق iOS 15 iOS 14 قصدي على آخر iOS 14، فتكون خراباتها قليلة مش نفس بداية السوفتوير. من شهر 6 بعد شهرين راح يبدأ iOS 15 ونشوف الخرابات الصح يعني كبداية السوفتوير. مش هذا معناته شخص ثاني حين يشوف سنابة هذا ويقول يعني إنه ما فيها مشاكل وراح ننزل البيتا، لا استل البيتا بيتا، نسخة تجريبية نسخة تجريبية، مش مهيئة ومش مصنوعة لاستخدام الطبيعي. أوكي، فإذا بتنزلها أنت اللي أنت يعني تتحمل أي شيء يصير في جهازك، تتحمل أي شيء يصير في البطارية، أنت اللي تتحملها، أي شخص يتحملها حتى قبل ما تتحملها. يعني لو ان جهازك خربان وديته حق ابل شافت انه في بيتا، ما تستخدم ما تستقبل ابل، ما تاخذه، ما ادري في الدول الخليج كيف تسوي، لكن هنا ابل اول ما تاخذ الجهاز وتشوف في بيتا تقول لك ما اقدر اشيك عليه الين افرمته، تقول لك ابل هنا نفسها ما اقدر ابدا اسوي فيه اي شيء الا من افرمته واحط على الاصدار العادي، بعدين اقول لك اوكي الحين نبدا شو المشكله عندك كذا. فلازم تعرف الفرق وتعرف كيف الاهميه وتعرف كيف ابل تشوف السوفتوير هذا البيتا، ان اي مشكله فيه مشكله من البيتا على طول، اي 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 مشكله عندك او من البيتا، هذا اول حل من البيتا. ترجع حتى لو ما مشكله من السوفتوير، يعني مثلا الشاشه حقتك مكسوره او بتغير البطاريه، تاخذ الجهاز قبل تقول لك اه ترى في بيتا بفرمته كذا، تقول لك قبل ما ترى تبي تعدل البطاريه بفرمته لك من البدايه كذا. انا صارت لي ذي الحركه. بعض الأشخاص يشوفوني إني مطبل حق أبل، بعض الأشخاص يشوفوني عاشق لحق أبل، بعض الأشخاص يشوفوني أول حاجة ما راح أنصحك، ثاني حاجة ما راح أقول لك حول إلى نظام الآي أو إس، لأن بعض الأشخاص لو بتكلمهم يقول لك إيه حول على طول، لا أنا ما راح أقول لك حول، أنت تشوف احتياجك وين رايح، ليش تبي الآي أو إس الآن؟ إذا نظام الأندرويد ممتاز عندك، أنت نظام الأندرويد ما عندك اي مشكله فيه خلك عليه، لا تحول عادي، يعني ترى هو عالم هذا وهذا عالم عادي، انت كشخص تحب ذا العالم خلك عليه، كلنا بشر يعني، تستخدم هذا تستخدم هذا، انت تستخدم ويندوز انا استخدم ماك، انت تستخدم ايباد انا استخدم تاب اس مثلا، انت تستخدم ايفون انا استخدم اندرويد، كلها انت تحب مرسيدس بعضهم يحبون بي ام دبليو، كل عالمين عادي يعني ما في اي شيء، انت اللي تحدد. اذا لا الاندرويد تحس انه مش في اشياء مش عجبتك تبي تجرب نظام ثاني، حابب بس تبي تجرب يجرب، تبي تجرب جرب يعني، ما في شيء عشان تلم بالاثنين يعني. ككلمه امن انا طبعا ما استخدمتها في الماك او ما استخدمتها الان السنوات اللي راحت، اخر مره استخدمت يمكن 3 قبل 4 سنوات تقريبا، استخدمتها على وقت الويندوز برضو من زمان، لا فوق الويندوز ذيك الفتره على 2012 تقريبا، لا 2012 كان ديما، قبلها كنت استخدم اي تولز نفس الحركه، مش اي تونز اي تولز، ما ادري اذا كان مش موجود الان النظام ده نفسه ولا لا، او البرنامج قصدي، هذا البرنامج اتكلم عنه الحين ما شفت اي سلبيات فيه، ما شفت انه امن ولا مش امن، ما شفت اختراقات يعني فيه او ان المبرمج نفسه ياخذ المعلومات اللي عندك، ما شفت الاشياء ولا طلع الخبر يعني. ف كأخبار الآن موجودة أنه آمن، بس ما أدري يعني. طبعاً إذا أكسسوارات مثلاً مدخل الهاب قطع ده خارجية، إيه مدخل USB-C مش محتكر على شركة أبل يعني. USB-C أنا عندي قطع USB-C أستخدمهم على الأيباد وأستخدمهم على الماك، وأقدر أركبهم مثلاً على أخوي يركبهم مثلاً على الأندرويد حقه، لأن USB-C هذا مش محتكر على أبل، على الحق أبل وهو يركب على الكل، لكن كتسويق يكتبون ايباد لان اكثر الاشخاص اللي بيشترون يعني ك جاي من الايباد نفسه. فالمهم USB-C وهو يونيفرسال او هو القطعه ومدخل هذا عالمي، تركب على الايباد تركب على الماك تركب على الويندوز تركب على اي جهاز ثاني عادي يعني. إيه عادي. المهم هنا نوقف الأسئلة، بكرة أو بعد بكرة ممكن نبدأ أسئلة، أتوقع بعد بكرة إذا صار مؤتمر أبل أو أعلنت أبل عن المؤتمر، لأن بالنسبة لي يوم الثلاثاء
حس إنه يوم الثلاثاء في شيء راح يكون في إعلان في شيء عن حق مؤتمر الأسبوع القادم، لأن أتوقع إنه الثلاثاء القادم على بعد العصر عندكم في السعودية. أول مثلاً تعلن المؤتمر حق الثلاثاء اللي بعده الأسبوع القادم، قبلها بأسبوع تعلن المؤتمر. أتوقع أنا أتوقع يعني أول أسبوع في رمضان ثاني أسبوع في رمضان هذا الوقت اللي راح يكون فيه مؤتمر حق قبل. تخيلوا أبل تنزل آيباد كذا بدون مؤتمر، يمكن. نكمل الأسئلة عادي يعني، بس مش ليهم. فإذا عندك أي سؤال بس ارفع الشاشة لفوق، لا تسألني في سناب شات هنا، لا ارفع الشاشة واسألني هناك علشان أقدر ألصقها هنا وأقدر أجاوب عليه، وبعض يعني غيرك يستفيد برضو. فأفضل لا تسألني هنا عشان غيرك يستفيد مما قلتكم. اسألني وترك سؤالك يومين ثلاثة أيام إن شاء الله أجاوب عليه. السلام عليكم.